بسم الأب والابن والروح القدس آمين. يا إخوة، البعض بيقولوا أنه المحبة والحق، المحبة أو الحقيقة، هن ضد بعضهم البعض، ما بيمشوا مع بعضهم المحبة والحق. وبيعللوا هالشي بقولهم أنك إذا جيت أنت لتبشر بالحق لازم تكون مستعد أنك تجرح مشاعر بعض الناس من دون ما يكون عندك قلق، لأنه أنت الحق إلى جانبك. بالمقابل ناس آخرين بيعتقدوا أنه لازم التأكيد أولاً على المحبة بالأولى، وبالتالي منا قضية الحق بنفس الأهمية. فيك تضحي بالحق في سبيل المحبة. نسأل حالنا اليوم ليه نحن غالبا نتصرف كأن إذا كنا صادقين ما فينا نكون محبين للحق، أو إذا كنا محبين للحق نحن غير محبين. السبب بهالشيء أنه نحن ما منحبز التوتر يلي بينتج عن الاختلاف مع شخص تاني، لأنه حابين نحافظ على علاقتنا فيه، يعني على حساب علاقتنا مع الأشخاص أوقات منضحي بالحق كرمال نحافظ على المحبة. أو بالمقابل لا، منفحم الآخرين إفحاماً بالحق ومنستخف بمحبتنا لألهم. هالمحبة المزعومة، شوف هني منا محبة، هيدي اللي بتخلي الناس يقولوا أشياء تسمعوها كل يوم، مثل ما بهم أي كنيسة بتروح عليها طالما أنك تؤمن بيسوع المسيح، أو حتى بيذهبوا ليقولوا الشيء الأكثر أهمية، أهم شيء أنك تكون شخص صالح والباقي مجرد تفاصيل ثانوية. هذا بسبيل محبة مزعومة، وهذا للأسف بيختصر عالمنا اليوم. هيك واقعين بهالوقعة، إذا أكدنا على الحق منحط المحبة برا، وإذا أكدنا على المحبة منحط الحق برا. ولكن اليوم بحسب قول الرب بالإنجيل اللي سمعناه من يوحنا، تتلخص العلاقة بين الحق والمحبة بفعل واحد، بيقلنا هكذا أحب الله العالم، أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد كي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. أولا بالمحبة، لما منقرأ هالآية من جديد منشوف بتقلنا هكذا أحب الله. كتار منا بيظن وقت بيسمعوا هكذا أحب الله أنه الله فعلا حب، لا، هذا مش المعنى الأصلي تبع الكلمة هكذا. باللغة الأصلية باليونانية كلمة هكذا تعني بهالشكل أو بهالطريقة، يعني إذا بدنا نرجع نقرأ الآية بهذا المعنى شو بدنا نفهم؟ يعني الله أحب العالم بهذه الطريقة حتى بذل ابنه الوحيد. بعبارة تانية، المحبة هون هي فعل مش مجرد مشاعر أو مراعاة لشعور. محبة الله يا إخوة هي فعل بذل ابنه الوحيد، أمر حقق فعلا وبتشوفه وبتلمسه بحياتك. ثانيا الحق بهالآية بقلنا الله بذل ابنه الوحيد ليه؟ كي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. يعني اللي بيقبل الحق الحقيقة وبيعيش فيها بتكون له الحياة الأبدية. فإذا هون الإيمان بالمعنى المسيحي مش مجرد قبول حقيقة عن يسوع، ولكن الإيمان بيسوع المسيح ابن الله يعني تكريس الحياة لإله. وهيك منشوف أن الحق والمحبة
ملخصين بفعل واحد، بذل ابن الله يسوع المسيح ذاته من أجلنا. وبالتالي لا يوجد تناقض بين الحق والمحبة، ولكن نسأل حالنا ليه نحن منشوف هالتناقض؟ فإذن لأننا غالباً نحن منمتلك فكرة خاطئة عن شو هو الحق وما هي المحبة. منه الحق أنك تكون أنت على صواب، معك حق يعني. والمحبة ما بتتعلق بمشاعر ورغبات تختلج بداخلك. نسأل حالنا شو هو الحق وشو هي المحبة. فإذن يوحنا بيعلن لنا برسالته الجامعة الله محبة. إذا نسأل حالنا شو هي المحبة؟ الله محبة. وبيقلنا يسوع ابن الله كمان بإنجيل يوحنا أنا هو الطريق والحق والحياة. ما هو الحق؟ الله هو الحق. فإذا ما في تناقض ولا في تعارض بين الحق وبين المحبة، لأنه يسوع المسيح إلهنا هو نفسه الحق والمحبة. وبالتالي ما فيك تتكرس أنت للحق وتعمل مبدأ حياتك أن تكرز وتبشر بالحق عن يسوع بمعزل عن يسوع المسيح. وما فيك تتكرس بنفس الوقت للمحبة بدون يسوع المسيح، لأنه الله لم يرسل ابنه الوحيد إلى العالم ليدين العالم، بل ليخلص به العالم. وبالتالي هون شفنا هالاثنين، الحق والمحبة بنفس الوقت، هما وجهان للصليب. واليوم نحن في الأحد قبل عيد الصليب. على الصليب بذل ابن الله ابنه الوحيد. وبالتالي الله، كل واحد فينا بده يفهم هيدي النقطة، الله بيحبك كتير لدرجة أنه بيقبلك مثل ما أنت، بيموت ابنه عنك. ولكن حطه تحت خطين، كمان بيحبك لدرجة كبيرة أنه ما راح يتركك بعيد عن الحق، لأنه الحق بيتعلق بكيفية خلاصك. كل من يؤمن به، تذكروا معي، تكون له الحياة. فيك ما تؤمن فيه، فيك ترفض الحق وبتتخلص منه للحق وبتروح عليك محبة الله. هوا بيجوا مع بعض وبيروحوا مع بعض. وبالتالي الحق والمحبة منن مجرد مفاهيم منرددها أو مشاعر بتختلج بداخلنا. الحق والمحبة هما الرب يسوع المسيح نفسه، ابن الله ومخلص العالم. الابن المعطى لنا هو سر الله يلي صار إنسان، مثل ما بيقلنا المزمور 84، حيث الرحمة والحق تلاقيا، العدل والسلام تلاثما. وبالتالي إذا أحببنا لازم نحب مثله، وإذا أعلننا الحق فلا بد أن نعلن حقه هو. المحبة والحق بالنتيجة ليسا في تضاد، منن ضد بعضهم، منن متناقضان. وبالتالي نحن مش موضوعين بخيار بين نختار واحد على الثاني، ولكن الخيار طبعنا يا بتختار المسيح يا بترفضه ببساطة. وإذا اخترت المسيح يعني بتآمن فيه وبتسلم نفسك لإله مهما كلف الأمر، وهيك منصير خليقة جديدة على مثال مريم يلي اليوم عم نحتفل بعيد ميلادها. اليوم تبشر بالفرح كل المسكونة. آمين.